التفاؤل يعم أوروبا بقرب التوقيع على الاتفاق النووي، وطهران تبحث عن ضمانات أقوى لعدم تراجع واشنطن. لبنان يبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية بلا حكومة ثابتة ولا مرشح توافقي، وعون يخطط لتوريث الرئاسة لظل من ظلاله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، كانت هذه هي العناوين وفي تفاصيل ملفنا الأول. أجواء التفاؤل بقرب التوقيع على الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة تسود على غيرها من التحفظات التي تقول إن طهران ما تزال تطلب ضمانات أقوى بعدم تخلي واشنطن عن الاتفاق بعد توقيعه. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وممثل الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل توقعا التوصل إلى اتفاق خلال أيام، واعتبرا أن هناك أرضية مشتركة واتفاقا يأخذ بعين الاعتبار مخاوف الجميع. الرئيس بايدن عاد إلى تكرار شعاره الدائم، وهو التعهد الذي قدمه من جديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي. هذا التعهد ينطوي على مفارقة تشكل عقدة بالنسبة لدول المنطقة الأخرى. المفارقة هي أن الولايات المتحدة التي لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، إنما تسمح لها بكل شيء آخر. الاتفاق يتجاهل من الأساس النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، كما يتجاهل برنامجها الصاروخي ودعمها للميليشيات وكل ما يغذي تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. الاتفاق إذا ما تم تجاوز العقبات الأخيرة والمتعلقة بالضمانات، فإنه سوف يمنع إيران مما تقول إنها لا تريده، ويوفر لها التمويلات لتفعل كل ما تريد. فهل أصبح توقيع الاتفاق قريبا بالفعل؟ وهل منع إيران من امتلاك أسلحة نووية هو إنجاز بحد ذاته؟ وما هي الضمانات التي تريد طهران الحصول عليها؟ مشاهدينا أهلا وسهلا بكم إلى هذا الحوار، وأرحب بضيفي من باريس السيد ميشيل أبو نجم مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط، وأيضا معنا من طهران الدكتور حسين ريروان أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا وسهلا بكما. أبدأ من باريس أستاذ ميشيل، على ما يبنى هذا التفاؤل الغربي بأن التوصل إلى اتفاق نووي بات قاب قوسين أو أدنى رغم كل الحديث عن العقبات والضمانات التي تريدها إيران والتي تعد عقبات في طريق توقيع هذا الاتفاق؟ نعم، في الواقع نحن في الأمطار القليلة التي تفصلنا عن اتفاق، ولعل أبرز دليل على ذلك إضافة إلى التصريحات الصادرة عن أعلى المصادر، كان الرئيس الفرنسي اليوم أو كان المسؤول عن السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل الذي هو الوسيط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أو كانت تصريحات كيربي المنسق الشؤون الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أو حتى تصريحات الناطق باسم الخارجية الإيرانية أكثر من مرة وآخرها يوم الاثنين الماضي، وكلها تقول إننا على وشك الوصول إلى الاتفاق. ولكن علينا أن نحذر من أن هذا الكلام سمعناه في شهر مارس أذار الماضي قبل أن تقطع المفاوضات في فيينا، ومنذ أذار وحتى منتصف الشهر الماضي كان هناك توقف دائم وتوقف مستديم للعملية التفاوضية بين الطرفين، ونحن اليوم نسمع أقوالا تؤكد أن الاتفاق قاب قوسين أو أدنى. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن هناك أن المسائل الخلافية والتي يمكن ذكرها سريعا، وهي موضوع
الضمانات التي تريدها إيران لجهة عدم خروج أمريكا مجددا من الاتفاق، وما تريده إيران من إقفال الملف الذي يفاقم العلاقة بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة النووية. ولمن لا يعرف ما هو هذا الملف، هو أن المفتشي الوكالة عثروا على أثار ليورانيوم مخصب في أماكن مواقع غير معلنة إيرانيا، الأمر الذي يدفع إلى التفكير وإلى الظن أن هناك برنامجا عسكريا إلى جانب البرنامج النووي الإيراني. ثم هناك أيضا موضوع الحرس الثوري الذي كانت إيران تطالب بأن يشطب من لائحة المنظمات الإرهابية الأمريكية، إضافة إلى الضمانات لجهة هذه المرة لجهة رفع العقوبات وتمكين إيران من الاستفادة بشكل كامل من مبيعاتها للنفط ومن عائدات ذلك تلك المبيعات إلى غير ذلك من المسائل الفرعية. إذا بشأن هذه المسائل الخلافية، لو صدقنا الطرف الأمريكي، يبدو أن إيران أولا رفعت نهائيا موضوع الحرس الثوري من لائحة مطالبها، أنها تراجعت عن مطلب إقفال الملف النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها أبدت مزيدا من المرونة لجهة المطالب بشأن رفع العقوبات. بينما نسمع من الجانب الإيراني أن إيران ما زالت متمسكة بملف الضمانات الخاصة بالوكالة الدولية. ما الذي حصل حقيقة؟ الذي حصل حقيقة أن المبعوث الأوروبي نجح في تقديم مقترحات وسطية. أي يعني علينا أن نشير إلى أن أي مفاوضات لا يمكن أن تحقق أهداف طرف من غير أن تحقق أهداف طرف آخر، وبالتالي فإن التسويات، الوسطات، الحلول الوسطية هي التي سادت. لماذا؟ لأن اليوم الغربيين ما زالوا يعتقدون أن التقدم البرنامج النووي الإيراني هو تقدم جدي، وأن إيران لم تصل إلى الحافة النووية فقط، بل إنها هي داخلها، بمعنى أنها أصبحت قادرة اليوم من خلال معرفتها التقنية لإنتاج معدن اليورانيوم ولتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% والارتقاء بذلك من خلال الطاردات المركزية الأكثر حداثة IR-6 وغير ذلك. هي قريبة جدا من أن تكون قادرة على صنع القنبلة النووية، لا بل إن كمال خرازي وهو أكبر المستشارين للمرشد الأعلى قال إن إيران قادرة على الحصول على الذهاب إلى القنبلة النووية إذا أرادت ذلك. إذن طيب. هناك خطر حقيقي من جهة الغرب حول إيران بهذه المسألة. وإيران، وأنتهي هنا لو سمحت لي، وإيران من جانبها حتى تكتمل الصورة بحاجة إلى هذا الاتفاق. إيران صحيح تصدر نفط إلى الصين وغير الصين، ولكنها تواجه نقمة اجتماعية داخلية، اقتصادها يتراجع، عملتها تتراجع، وبالتالي لها مصلحة اليوم في تصدير النفط، كما أن للغرب مصلحة في أن يعود النفط الإيراني جميل. إلى السوق النفطية بالنظر إلى ارتفاع الأسعار وغير ذلك من المسائل التي أصبحت معروفة. طب. نعم دكتور حسين، أهلا وسهلا بك من جديد. هل الحديث الأوروبي، هذا التفاؤل، الإفراط بالتفاؤل بأن الاتفاق سيوقع خلال أيام، يعني فيما يعنيه بأن إيران تنازلت عن مسألة الحرس الثوري، تنازلت بالفعل عن مسألة الضمانات، أم أن هناك رأي آخر أن الحلول الوسط، المبادرات الأوروبية، لبت إلى حد ما مطالب الطرفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم. يعني أولا فيما يخص الحرس، يعني إيران أولا كانت تطالب بأن تستفيد من المكاسب المترتبة على هذا الاتفاق قبل أي شيء آخر. وإيران كيف تجاوزت العقوبات؟ تجاوزت العقوبات من خلال مجموعة كبيرة من الشركات التي أوجدها الحرس.
وهي شركات مدنية بالمناسبة لبناء السدود، المصافي، البتروكيماويات، الطرق، الجسور إلى آخره. من هنا إيران كانت تطالب برفع اسم الحرس على قاعدة أن كل هذه الشركات مدنية، الأوروبيون أو السيد بوريل بالتحديد طرح مقاربة في أن ترفع العقوبات عن هذه الشركات من دون أن ترفع عن الحرس أو الشركات المنتجة للسلاح، وهذا كان مرضيا لإيران. الموضوع الثاني، عفوا دكتور حسين، أريد أن أفهم هذه النقطة أو إغلاق. هل تقول أن المبادرة الأوروبية فيما يتعلق بالحرس هي ترفع العقوبات عن الشركات المدنية المرتبطة بالحرس، ولكن تبقي العقوبات على مؤسسة الحرس بذاتها بهذا الشكل؟ نعم بالتحديد هذا هو، يعني المقاربة الأوروبية هي جاءت بهذا الصورة وإيران قبلت بذلك. الموضوع الثاني أنه إغلاق ملف ما يسمى بالبي ام دي، يعني لماذا إيران تصر على إغلاق هذا الملف؟ في عام 2015 ضمن إطار الاتفاق الذي وقع تم إغلاق هذا الملف من خلال اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. السيد أومانو كان رئيس في ذلك في تلك الفترة، جاء إلى طهران ووقع اتفاقا بين الوكالة وإيران في أن تسمح إيران بزيارة المواقع الثلاثة لمرة واحدة على أن تقوم الوكالة بإغلاق هذا الملف. إيران سمحت بذلك رغم أن موقعين من المواقع الثلاثة هي مواقع للصناعات العسكرية ولا علاقة لها بالملف النووي. أن تأتي الوكالة وتفتح الملف الذي اتفقت عليه أنه في أن يغلق مرة أخرى على أساس معلومات كيدية من قبل الكيان الصهيوني، هذا غير مقبول إيرانيا. إيران تقول أن الوكالة يجب أن تحترم اتفاقها ويجب أن تلتزم به، وإيران لن تسمح أن تكون الوكالة أداة ضغط ضد إيران. بالنهاية هناك اتفاق موقع بين إيران والوكالة من خلال السيد أومانو، ولهذا إيران لا زالت تصر أن هذا الملف يجب أن يغلق على قاعدة الاتفاقات السابقة بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طيب، ذكرت موضوع الحرس وذكرت موضوع وكالة الطاقة الذرية، لكنك لم تذكر موضوع الضمانات التي دابت إيران على المطالبة بها في ظل فكرة توقيع أي اتفاق مع أي رئيس أمريكي. نعم، يعني أولا هناك تغيير في السلوك الأوروبي. الأوروبيون كانوا يعملون كساعي بريد، ولكن الآن ومن خلال أزمة الطاقة التي يعانونها تغير السلوك الأمريكي من ساعي بريد إلى لاعب أساسي وفاعل يقترح الحلول من خلال مسودة سيد بوريل. وأوروبا حاولت من خلال هذه المسودة أن تطرح ضمانات أوروبية لإيران كتسوية يعني بشكل أو بآخر، وإيران قبلت بذلك إلى حد ما من دون أن تسقط مطالبتها بضمانات أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية. طيب سيد ميشيل، ما رأيك بما يقوله الدكتور حسين بأن الضمانات الأوروبية يمكن أن تعوض إيران الضمانات الأمريكية التي هي أساساً محل رفض من قبل الولايات المتحدة من الناحية السياسية، من الناحية القانونية، من الناحية التشريعية؟ هل يمتلك الأوروبيون بالفعل تقديم هكذا نوع من التعهدات؟ نعم، أعتقد أن الاقتراح الذي قدمه السيد بوريل هو اقتراح وسطي كما قلنا في بداية هذا الحديث، لأن السيد بوريل أخذ بعين الاعتبار ما تفضلت به أن الرئيس بايدن غير قادر لا سياسيا ولا قانونيا على تقديم ضمانات، لأن ليست هناك معاهدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حتى يصدق عليها الكونغرس وبالتالي تصبح ملزمة للجميع، بل إنها ما يسمى اتفاق سياسي.
لا بل إن الرئيس بايدن سيعتبر أن الاتفاق الجديد ليس هو سوى استمرار للاتفاق السابق، وبالتالي يمكن ألا يمرره على الكونغرس، لأن الكونغرس كان بجناحيه الديمقراطي أو الجمهوري أكثرية الأطراف غير داعمة للاتفاق، للعودة إلى الاتفاق ولتفعيله، باعتبار أن هذه المسألة، يعني على المشاهد أن يعي ذلك، هذه المسألة ليست لا تدخل بباب السياسة الخارجية الأمريكية، إنها سياسة داخلية بالدرجة الأولى بالنظر للتشابك والتداخل بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية. أما في طبيعة التسوية التي طرحها بوريل، وهي أن تقدم الدول الأوروبية المعنية أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا ضمانات لإيران بأن شركاتها لن تمتثل لعقوبات عابرة للحدود التي يمكن أن تفرضها إدارة جمهورية جديدة في البيت الأبيض. هذه الضمانات لا معنى لها، والدليل على ذلك أن هذه الشركات لا تعمل بوحي من دولها، لا تنفذ أوامر دولها، لأن هي شركات خاصة. وبالتالي إذا كانت العقوبات الأمريكية القادمة بين مزدوجين المفترضة هي عقوبات أيضا عابرة للحدود، بمعنى أن أي شركة أوروبية تتعامل مع إيران ستتعرض لعقوبات أمريكية، ستمنع من التعامل بالدولار، ستمنع من أن يكون لها أصول، ستجمد موجوداتها في الولايات المتحدة. إذا كانت هذه العقوبات تنص على هذه التفاصيل الأساسية، فإنني مستعد للمراهنة أن أي شركة أوروبية كبيرة، كانت توتال، إنجي، دتش وغير ذلك من الشركات الكبرى التي لا حاجة لذكر أسمائها الآن، لن تذهب أي شركة إلى إيران، والشركات التي ستكون موجودة في إيران ستنسحب منها. وبالتالي طيب هنا أستاذ ميشيل، دعني أتوقف معك الكثير إذا عند هذه النقطة. إذا كانت هناك ثمة قناعة أوروبية بأن هذه الضمانات لا تصمد أمام أي فكرة تغير أمريكي تجاه الاتفاق النووي الإيراني، لا شك أن إيران لديها نفس القناعة، وهذه المرونة الإيرانية غير معهودة بتجزئة العقوبات، تقبل برفع العقوبات عن الشركات التابعة للحرس ولكنها تقبل ببقاء الحرس، ألا يمنح ذلك الفكر الأوروبي بعض الشكوك والمخاوف من أن إيران هي أيضا غير جادة في فكرة التقارب والتوصل إلى اتفاق في ظل معطيات تبدو كالرمال المتحركة لا يقتنع بها أي طرف؟ نعم، لا أعتقد أنه يتعين علينا أن ننظر إلى هذه المسألة من هذه الزاوية، هذه وجهة نظر، ولكن الأساس في نظري أن الطرفين الإيراني والغربي كلاهما يحتاجان إلى هذا الاتفاق. اليوم علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن أسعار الغاز قد ارتفعت في أوروبا بما يزيد على 300%، أن أسعار النفط ارتفع أيضا، أن هناك مخاوف من تحركات اجتماعية في فرنسا تحديدا، هناك خوف من عودة السترات الصفراء والعنف الذي رافقها في العامين 2019 و2020. إذن علينا أن نشير أيضا كيف أن الرئيس الروسي يتلاعب بأعصاب الأوروبيين، أحيانا يفتح الحنفية البايبلاين الأنبوب الغاز وأحيانا يقفله، وبالتالي أوروبا اليوم تجد، ومعها أيضا الولايات المتحدة، هناك ضغوط أوروبية على أمريكا بهذا الشأن. ولكن ما أريد أن أضيفه، وأعتقد أن لو سمحت لي 20 ثانية فقط، ما أريد أن أضيفه هو أن التنازلات التي قدمتها إيران وواجهتها قابلتها تنازلات من الجانب الغربي، وهذا أمر بالغ الأهمية. يعني إذا كان الأمريكيون والأوروبيون مشغولين بالملف النووي الإيراني، فإن دول الإقليم، دول الخليج، دول المنطقة مشغولة أيضا بالصواريخ الإيرانية التي تذهب يوما إلى إيران ويوما إلى سوريا ويوما إلى العراق وغير ذلك، مشغولون أيضا بالسياسة الإيرانية التي لم تتوقف أبدا عن التدخل بشؤون المنطقة. وبالتالي إذا رفعت كافة العقوبات عن الاقتصاد الإيراني، ما هي الأوراق التي يمكن أن يملكها الغرب بالضغط مجددا على إيران؟ هذا السؤال يجب أن يطرح ويجب أن يناقش، لأن مصير هذه المنطقة، مصير هذه الدول، مصير الاستقرار في المنطقة، هذا أيضا مطروح وهو على المحك،
والجميع يعلم أن الأمريكيين بالدرجة الأولى هم الذين قادرون على ممارسة الضغوط بالطبع مع الأوروبيين، ولكن إذا تركت هذه المسائل جانبا لا أعتقد أنها ستفتح بعد يوم أو يومين من التوقيع على الاتفاق الجديد. دكتور حسين، هنا الأوروبيون يقولون أن المخاوف التي تعتري دول الإقليم أخذت بعين الاعتبار، وترجمت كلمة المخاوف الإقليمية من الاتفاق النووي الإيراني تعلق بالبرنامج الصاروخي، دعم الميليشيات والتدخل في الشؤون الإقليمية، والتي عاب الإقليم فيها على الولايات المتحدة أنها أهملتها في العام 2015. الآن يبدو أنها تؤخذ بنظر الاعتبار. لا، يعني أولا أمريكا عندما طالبت إيران بعدم الإصرار على رفع اسم الحرس وإقحام مواضيع جديدة على الاتفاق النووي، طبيعي أن إيران رفضت في المقابل إقحام مواضيع أخرى كالملف الصاروخي الإيراني أو سياسات إيران الإقليمية على الملف. لا يمكن يعني أن نتعامل بإزدواجية، يعني وهذا هو أصبح الأساس في المقاربة في المسودة التي كتبها السيد بوريل. حتى يعني دعني أضيف في موضوع الضمانات، يعني السيد بوريل أدخل نصا بألا يكون هناك إضرار بمصالح الدول الأخرى من خلال أي فعل يتناقض مع هذا الاتفاق، أي إذا خرجت أمريكا من الاتفاق هو إضرار بمصالح إيران، وإيران تستطيع أن تطالب أوروبا وأمريكا في نفس الوقت ب يعني أثمان بسبب ما تتحمله من أضرار. يعني لا يمكن أن نتصور أن اتفاقا متوازنا، يعني إذا إيران أخلت به تعود كل العقوبات ضد إيران، وإذا انقلبت أمريكا عليه ليس هناك أي شيء ضد أمريكا. هذا مرفوض إيرانيا. الأمر دكتور يعني حسين، إيران تقول لا يتعلق هذا لن يتكرر الولايات المتحدة، ولكن على السلوك الإيراني في المنطقة، هل من بند واضح في المبادرة الأوروبية، الوساطة الأوروبية سميها ما شئت، ينص على أن إيران يجب أن تضبط سلوكها الإقليمي في المنطقة والذي تشتكي منه دول الإقليم؟ هل وجد مثل هكذا نص؟ لا، يعني أولا هذا الاتفاق هو في المجال النووي، لا يمكن لأي طرف أن يعني يضمن هذا الاتفاق شيئا حول سياسات إيران الإقليمية. سياسات إيران الإقليمية هو موضوع آخر يجب أن يناقش ضمن إطار الإقليم بين إيران وبين دول المنطقة. المسائل الأمنية والصاروخية، يعني هل يعقل أن الملف الصاروخي الإيراني مطروح والسعودية التي تشتري مثلا أكثر من 75 مليار دولار مشتريات سلاح في السنة غير مطروح؟ لماذا؟ لماذا يجب أن يكون هكذا؟ هذه لا يعني أشياء يجب أن تطرح بالتوازن على المستوى الإقليمي. على كل حال أتحول إلى الأستاذ ميشيل. أستاذ ميشيل، إذا ما نظرنا إلى هذا الاتفاق بأنه لم يتطرق إلى الملف الصاروخي، سلوك إيران في المنطقة، دعم الميليشيات، إذن نحن نعود بشكل أو بآخر إلى اتفاق 2015، وتحقق إيران ما تريد بأنها مجرد عودة للاتفاق وليس كما روج غربيا بأنه اتفاق جديد يأخذ بعين الاعتبار كل المثالب والمساوئ التي تركت في العام 2015. هذا صحيح، وهذا ما كنت أقوله قبل قليل، والأغرب من ذلك أن ما تسرب من نص الاتفاق الجديد يقول برفع كافة العقوبات، يعني في نهاية المراحل سترفع كافة العقوبات عن إيران، وستتمكن إيران من استعادة أموالها المجمدة في الخارج، وتستفيد من الأموال من مبيعات النفط والغاز وغير ذلك، وستعود إلى الدورة الاقتصادية والمالية والسياسية العالمية إلى ما يتبعها. وبالتالي فإن الغربيين والأمريكيين بشكل خاص يفقدون أي ورقة من أجل ممارسة ضغوط معينة على إيران لحفزها على أخذ هذه المسائل، المسألة الباليستية الصاروخية، السياسات الإقليمية، موضوع الإرهاب وغير ذلك بعين الاعتبار. وبالتالي ستتحقق مجددا الأقوال التي قالها وزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس في العام 2015 عندما عارض وأخر
وأخر التوقيع على الاتفاق السابق، الاتفاق الأول، بقوله أن إيران لن تتغير، لأنه كانت هناك مراهنة أمريكية، وتحديدا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، من أن عودة إيران إلى الدورة العالمية اقتصاديا وماليا واجتماعيا وسياسيا وغير ذلك سيجعلها بين مزدوجين دولة عادية، والحال أن ما حصل هو عكس ذلك تماما. وبالتالي ما هي الضمانات اليوم بأن السلوك الإيراني سوف يتغير؟ ليس هناك من ضمانات. الضمانات، أعتقد أن الضمانات الوحيدة الممكنة هي أن دول المنطقة بعد هذا الاتفاق ستعمد إلى السعي لمزيد من القوة العسكرية حتى تكون قادرة جزئيا نوعيا على مواجهة هذا الحضور الإيراني القوي الممتد من اليمن إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان وإلى مياه الخليج وغير ذلك. وبالتالي إن المشاغل الخليجية، مشاغل الأقليم، هي مشاغل مشروعة، والاتفاق كما هو وكما سمعنا عنه لم نره بتفاصيله لا يجيب على هذه التساؤلات. وأريد أن أنتهي بالقول إن الرئيس الفرنسي اليوم في كلمته أمام السفراء الفرنسيين المنتشرين عبر العالم قال إننا أخذنا بعين الاعتبار مشاغل الدول الخليجية ومشاغل إسرائيل، ولكن الرئيس الفرنسي لم يشرح لنا بأي طريقة أخذت هذه المشاغل بعين الاعتبار، وما قيمة الضمانات بين مزدوجين التي ربما قد تلقتها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومن إيران. ربما ضيفك من إيران يمكن أن يفيدنا في ذلك. يمكن، ولكن للأسف انتهى الوقت. على كل حال شكرا جزيلا لك من باريس السيد ميشيل أبو نجم، مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط، وشكرا أيضا إلى ضيفنا في طهران الدكتور حسين ري روان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. مشاهدينا متواصلون معكم ونناقش بعد الفاصل. لبنان يبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس بلا حكومة ثابتة ولا مرشح توافقي، وعون يخطط لتوريث الرئاسة لظل من ظلاله.